السلام عليكم، معكم ريان جديد. اليوم مو زي أي مقطع للأسف، زي ما تشوفوا إيش الأشياء اللي قاعد تصير في فلسطين، في غزة تحديدا. الله يرحم كل الشهداء. اليوم راح أعطيكم الملخص اللي صار. ما أدري إيش قاعد أسوي، قاعد أحاول أفيد بأي شيء يمديكم تفيدون بالدعاء. هذا مقطع غريب جدا، هيكون أول مقطع أسوي كذا، يمكن يكون من أهم المقاطع اللي نزلها بحياتي إذا ما كان الأهم. فأبغى أعطيكم الملخص اللي صار في 30 يوم. أبغى أقول كلام مرة كثير، بس في أشياء أهم بكثير من اللي قاعد يصير بالحرب بغزة، الله ينصرهم. وخلينا أعطيكم ملخص آخر 30 يوم. زي ما تعرفوا إنه غزة لها أكثر من 75 سنة تموت، قاعدين سرقوا كل شيء، ما خلوا له شيء. اسرائيل طبعا ما شاء الله، والحمد لله جاء اليوم اللي هو 7 اكتوبر ردوا عليهم، او انا خايف اقول اسمهم، قناتي تطير، طلعت قناتي ما فدى فلسطين، ردوا عليهم 7 اكتوبر. ايش صار؟ خليني اشرح لكم. ما يعرف، دخلوا عليهم الحدود، كسروا الحدود بين غزه وبين اسرائيل، زي ما تعرف لانه غزه بقى اكبر سجن مفتوح في العالم، الحاجز اللي بينهم، ودخلوا عليهم سووا لا 1400 اسرائيلي او يمكن اكثر بعدك اليوم. والحمد لله انه يعني كان المفروض من زمان، وللاسف اسرائيل ردت عليهم بنفس الوقت، انه ارسلت كل شيء كان بنفس اليوم. انا يمكن اخذ سترايك بسبب هذا المقطع، بس فدى فلسطين والله. وخلينا اقول لكم اللي صار باليوم اللي بعد، وكلهم طبعا اللي احلى شيء باسرائيل يعني الصراحه اللي مره عجبني، مستحيل تلاقي واحد مع جنسيه اسرائيليه، بس جنسية إسرائيلية وجنسية ثانية، أمريكي، مكسيكي، أي شيء زي كذا، مستحيل تلاقي بس جواز إسرائيلي. هذا يعني من كثر ما إنه يوريك. وطبعًا كل معاه جوازات ثانية هربوا، رجعوا مكان، قال لي أنا جايبني هنا، خليني أرجع مكاني، لأنه ما عندهم شيء يحاربوا عشانه. واليوم اللي بعده ب 8 أكتوبر نتن ياهو أعلن إنه صار إنه حالة طوارئ، فالحمد لله إنه إن شاء الله عقبال ما يعلنوا. وب 11 اكتوبر بعد سووا تشكيله طوارئ، حكومه طوارئ، قال لك انه اوف شقونا شق. معليش شباب، احد فوق ال 18 شباب، هذا المقطع انا بطلع اللي فيني، له 30 يوم يرحم امكم، خليني اتكلم اوكي. بعد ما شافوا انهم راحوا فيها ودعوا الملاعب، راح سووا حكومه طوارئ، ان شاء الله حكومه الطوارئ كلها تودع كمان. 17 اكتوبر صار حدث مره، ومن خلال هذيك الفتره للحين، من خلال الفترة هذيك لين 16 اكتوبر استخدموا كل الانواع الممنوعة، فسفور، سووا كل شيء ممنوع تسويه، اتوقع انكم شفتوا واللي ما شاف. فانا جاي اعطيكم ملخص، مو جاي اقول لك ايش قاعد يصير، لانك اذا ما تابعت او زي كذا لازم تعرف، حتى لو انت مشغول 24 ساعة لازم تعرف، اوكي؟ 17 اكتوبر مستشفى المعمداني، وقالوا انه مو احنا، وتقريبا راح اكثر من 1000 شهيد. تعرف يعني 1000 شهيد؟ اسمع، لازم ما نكون زعلانين، تمام؟ هذا اول شيء، لازم ما تكون زعلان اذا في شهداء، قول الحمد لله، وهم محظوظين مره، مره محظوظين وراح شهداء، المفروض نكون فرحانين، تمام؟ انا مره فرحان، المفروض ما اكون زعلان، ليش اكون زعلان واحد راح شهيد؟ يا رب كلنا شهداء، تمام؟ وبعدين زي ما شفتوا كل الكره الارضيه قلبوا عليهم، واخيرا اعترفوا، بعدين جاك بايدن قال لك ما لا لا مو هم اللي اسرائيل اللي قصف، لا لا بناء على ما رايته ان التفجير حصل من الطرف الاخر وليس من قبلكم. وبعدها كل السوشيال ميديا تقريبا قلب عليهم، وصار تفيك غير الفيك، الاشياء اخبار الفيك، الاشياء اللي سووها كذب. شباب هذا اكثر دوله في العالم تكذب، يخرب يا عمي مسيلم الكذاب ما سواها، يقطع شكلكم كذب بكذب يا عمي. المقاطع الفلسطينيين تمام بغزة ياخذوها يقولوا هذول مو فلسطينيين، هذول اسرائيليين، يا الله الكذب يا الله. طيب خلينا نروح الشيء اللي بعده. 27 اكتوبر قطعوا الانترنت اتصال وكل شيء، قبلها قطعوا عنهم المويه، الاكل، مساعدات، كل شيء من اولها. وبعدين فتح معبر رفح ودخلوا بعضهم 20 شاحنة يعني ولا 100 شاحنة، ما ادري كم صار من الحين، صار شيء يعني الحمد لله. وبعد ما قطعوا الاتصال ومهجورة قصفوهم قصف بغزة، قصفوا قصف مو طبيعي. وبعدها ب 5 نوفمبر اللي هو قبل كم يوم هجموا اسرائيل كمان ثاني مرة، بس هذه مرة قالوا خلينا نخش بري، خلينا نغير، دخلوا بري، اندعسوا، اندعس دعس
شقوا بشق وهربوا، وإلى الآن تقريبا فوق 11,000 شهيد. إن شاء الله كلهم يصيروا شهداء ويروحوا الجنة وتنتصر فلسطين، لأنه مو لأنه بالأخير راح تنتصر زي ما ربي قال عز وجلاله بالقرآن الكريم. وآخر شيء بملخص المقطع هذا ب 11-11 القمة العربية اللي شفتوها قبل تقريبا كم يوم، ان شاء الله انه يصير شيء بعدها، ما ادري ايش راح يصير. الحمد لله يعني قاعد يصير شيء، وان شاء الله انهم المره الجايه يعزموا ايرلندا على القمه العربيه. لو شفتوا كيف اللي عندهم قاعده تتكلم وتقول الصراحه يعطيها العافيه، يعني قاعدين يسووا شيء. اخيرا الناس صارت تشتغل، صار في مخ هنا، في مخ. اوكي انا حقفت المقطع هنا، هذا ملخص كانت الايام. في اشياء مره كثير صارت، في 500,000 مستشفى تفجرت، مساجد، كل حاجه، اشياء، ناس. دعواتكم لهم، شكرا لكل دوله، ان شاء الله يصير خير وان شاء الله تحرر فلسطين. نشوفكم مقطع ثاني، واسف اذا طلع مني اي كلمه غلط. نشوفكم بإذن الله مقاطع ثانية. هذا المقطع كان كذا من قلبي، نفسي أطلعه، نفسي كذا أقوله. يجيبوا شهادات ما يجيبوا شهادات، ينحذف ما ينحذف، أنا ما همي، أنا قلت اللي علي وهذا الصح اللي أقوله. شكرا لكم، كان معكم رنين شديد، شوفكم مقطع ثانية، السلام عليكم.